تنضم إلينا من بيروت الدكتورة زينة منصور الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بك دكتورة زينة. إذن يعني بيروت وافقت على المقترح الأمريكي دون أن يكون هناك أو يكون لديها أي تعديل، لكن كان هناك ملاحظات تتعلق بسيادة لبنان، وعلى ما يبدو بأنه من الممكن فعلا أن يتم تجاوز هذا الخلاف حول هذه النقطة، لكن أيضا الرغبة رغبة بنيامين نتنياهو التي يحاول أن يصدرها بالوصول لوقف إطلاق نار، مع كل ما يواجهه من اختلافات واعتراضات داخلية إسرائيلية، هل من الممكن أن تقف عقبة في وجه الإعلان عن هذا الاتفاق خلال ساعات اليوم؟ صباح الخير سيدتي الكريمة، التحية لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة إنها لحظة تحول سياسي ومفترق سياسي كبير، فيما لو تكلل هذا الاتفاق بالنجاح وفيما لو كانت كافة التقارير التي ترشح عن نجاحه وإعلانه تقارير دقيقة مع التفاصيل الأخرى التي ترشح عنه سواء من الجانب اللبناني أو الإسرائيلي. في الجانب اللبناني يحكى عن اتفاق أو بنود لهذا الاتفاق سرية غير معلنة تتضمن نقاط تنفيذية كثيرة، وهناك أيضا ملاحظات على هذه البنود السرية غير المعلنة كما على النقاط المعلنة التي هي مندرجات القرار. ما هذه البنود دكتورة زينة؟ يعني هل لديك أي تفاصيل حولها؟ بخلفية هذا الاتفاق الذي كشف عنه يحكى أن هناك اتفاق إيراني أمريكي ينص على تسليم حزب الله سلاحه، قد لا يسلمه للجيش اللبناني بل إلى الجانب الإيراني، وقد تكون أيضا إيران أو الجانب الإيراني طرفا في اللجنة المشتركة الدولية المؤلفة من كل من الجيش اللبناني والقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي، قد تكون شريك ظل يشارك بعملية تطبيق القرار 1701، اتفاق أمريكي إيراني على تصفية الجناح العسكري وبقاء الجناح السياسي. هذا الاتفاق تم التوصل إليه كي لا يصار إلى استصدار قرار جديد من مجلس الأمن، وهذا ما كان مرفوضا إيرانيا ولبنانيا. ولكن في البنود السرية أن هناك تفاهم إسرائيلي أمريكي يمنح إسرائيل حق حرية الحركة والتدخل إذا ما لم يقم كل من الجيش اللبناني، قوات اليونيفيل ولجنة الرقابة الدولية الثلاثية المشتركة بواجباتهم، بمرحلة أولى اليونيفيل، مرحلة ثانية الجيش اللبناني، مرحلة ثالثة اللجنة الدولية المشتركة الرقابية، يحق للجيش الإسرائيلي التدخل، إلى جانب أن يكون هناك دور دولي للجانب السوري بأن يوقف كل عمليات الإمداد عبر المعابر البرية والبحرية أيضا من ميناء طرطوس إلى موانئ لبنان، أن يبقى الجانب السوري أيضا على حياد وعدم السماح بإعادة إحياء خطوط الإمداد والتسليح، وأن يكون الإيراني ضمنا ضامنا لهذا الاتفاق وإن لم يذكر في بنوده، منع قرار إعادة التسلح بكافة أشكاله وقرار تسليم السلاح للجانب الإيراني وليس للجانب اللبناني. وهناك أيضا في المقلب الإسرائيلي هناك انقسام بين مؤيد ومعارض لهذا الاتفاق، بين أجنحة في الحكومة تؤيد هذا الاتفاق وأخرى متشددة تعتبر أنه لن يكون هناك عودة لمئة ألف من سكان الشمال، ولم ويعتبر أن الحرب لم تحقق أهدافها. إذا نحن بانتظار أن نرى حقيقة ما هي مآلات هذا الاتفاق بعد إعلانه، خصوصا أنه أيضا على الجانب اللبناني هناك مآخذ كثيرة فيما يتعلق بأنه لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة، ألم يكن من الأجدى تطبيق الدستور وأن يقوم حزب الله بتسليم سلاحه ويجنب لبنان واللبنانيين كل أهوال وكوارث هذه الحرب، لماذا نصل الآن بعد قرابة 20 ألف
قتيل وجريح. طب يعني دكتورة زينة، من يقيمون هذا الوضع وبنظر إلى هذه البنود، هناك يعني غالبية التقديرات الدولية تتحدث عن أنه يعني خلال هذا الاتفاق إذا ما تم التوصل إليه لن يكون هناك رابح، لن يحقق أي طرف من الأطراف أهدافه التي أعلن عنها منذ البداية. مع هذا، ألا ترين بأنه التوصل إلى اتفاق كهذا من الممكن أن يعزز من دور الدولة اللبنانية في الداخل وأن يساهم في يعني إعادة ترتيب صفوفها، أيضا إقامة ربما الانتخابات الرئاسية وفرض الدستور لهيبته مجددا في لبنان؟ نعم سيدتي الكريمة، كل الخيوط والمخارج الدبلوماسية والسياسية تحاك بأن يتم العودة إلى انتظام العمل المؤسساتي والدستوري في لبنان، إلى أن يعاد الدور المنوط بها إلى الدولة اللبنانية حكومة ومؤسسات وشعب وحصرية السلاح بالجيش. هذه كلها من بديهيات الحوكمة الرشيدة ومن بديهيات إعادة التعافي وإنقاذ لبنان من هذه الورطة التي تورط بها، ولكن بمفهوم لا غالب ولا مغلوب ولا خاسر ولا رابح. لا يمكن تجاهل الواقع ولا المعطيات. لبنان دخل حرب غير جاهز لها، تورط بها، خسر خسائر كبيرة تتراوح بين 10 إلى 15 مليار على المستوى الاقتصادي، خسائر في الأرواح البشرية بين قرابة 20,000 18,000 بين قتيل وجريح، خسائر في الوحدات السكنية تصل إلى 50,000 وحدة سكنية بين دمار جزئي وكلي، 40 بلدة حدودية مجروفة مدمرة بالكامل. مسألة لا غالب ولا مغلوب لم تعد تجدي نفعا في المخارج الدبلوماسية على لبنان واللبنانيين إجراء مراجعة نقدية لعدم تكرار هذه الأخطاء والتطلع إلى المستقبل بإيجابية وبروحية جديدة من أجل بناء لبنان جديد. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت الدكتورة زينة منصور الأكاديمية والباحثة السياسية.